ابن الروح القدس الاله الواحد امين. افرحوا معنا كلكم اليوم الذين لبسوا ثوب الرهبان الملائكي ونالوا الموهبه الصالحه التي يعطيها الرب لمن يشاء ويفيد روح قدسه على من يعمل صلاحه. فقد اختارهم الرب كما قال بولس الرسول لسان العطر ومعلم المسكونة في رسالة رمية: ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. وكذلك قال يعقوب الرسول أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون بكورا من خلائقه. وكما قال الرب موضحا طريق الكمال لذلك الشاب: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فنقدسه تقديسا يليق بمجده ونشكره شكرا على ما وهب لنا من جليل بركاته، ونسأله أن يعطينا فهما لكي نفتح أفواهنا اليوم وننطق ونتهلل ونفرح بكرامة أبائنا الرهبان الذين لبسوا شكل الملائكة وصاروا في طقس الروحانيين. طوباكم أيها الآباء الرهبان الطاهرين الذين نلتم هذه النعمة الجليلة والموهبة العظيمة التي أنعم بها عليكم السيد المسيح. ولما لبستم شكل الرهبنة المقدس وأفرزتم ذاتكم كأجناد صالحة ليسوع المسيح، صرخ السمائيون والأرضيون قائلين: خلصنا يسوع المسيح أن يحفظ رهبنتكم بالبر والطهارة، وتكملوا جهادكم في طريق القديسين لكي تفرحوا معهم في
في ملكوت السماوات وتسمعوا من الفم الإلهي ذلك الصوت الفرح القائل: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي البابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث. أمين. آمين. 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 وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الطباوي المكرم الأسقف الأنبا متاوس. أمين. لنا سنين كثيرة وأزمنة سلامية مديدة بشفاعة القديسة الطاهرة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم أم النور والشهيد العظيم ماري ماركوس الطاهر الإنجيل الرسول والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس أبي جميع الرهبان والقديس العظيم الأنبا يحنس كاما جميع أباء هذه البرية المقدسة. أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات